بسيطة شوية ذري وستختارها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي أمنيتك في هذا العام يا أبا علي؟ أمنيتي لدي أماني كثيرة، ولكن الأمنية تبقى أمنية. وكيف تتحقق الأمنية إذا؟ لا أدري، لو أنا داري قد حققتها. الأمنية تتحقق عندما تحولها إلى هدف فتسعى لتحقيقه. أنا أتمنى أن احنا نقطع هذه الجربة. كيف أتحقق؟ نكمل هذا العدين، كيف نحققه؟ قطعك هذا. يلا بسم الله، ابدأ في العمل. يعني تمنيت ثم حددته هدفا ثم سعيد لتحقيقه. الآن الحمد لله أمنيتي نجحت. الآن أتمنى أن أتلم هذه القطعة من الأرض محصولة السلطة. كيف ستتحقق؟ بسيطة شوية ذري وستختارها. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه الطريقة الآن حددت هدفا تماما. هدفي أكبر من هذا. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أهدافك الكبيرة والسامية اشتغل عليها بصمت وخفاء وتوكل على الله واسعى نحو تحقيقها. مش لا تعب، ضروري تتعب، بس مش تقول يا فلان الفلاني انا اليوم ساير بلاد الفلاني وعاد اشتغل وعاد اقعد رجل اعمال ما قد ماشي. لا اعمل، ما قد نجحت اتكلم اقول اعمل. دمتم في رعاية الله وحفظه.